بين المعاناة والبؤس ثمة شيء من الحياة، تماما كهذا الفرح الظاهر في ملامح الأطفال وهم يمارسون طقوس لهوهم اليومية، غير مدركين حجم المعاناة التي تحيط بهم في المخيمات التي يسكنونها برفقة أسرهم منذ بداية نزوحهم ووصولهم إلى محافظة أبين قبل أكثر من 5 أعوام. لدينا أكثر من 130 موقع في عموم المحافظة، وهناك قصور في تدخل المنظمات الدولية، بحيث أن بعض النازحين لم تصلهم المساعدات منذ 2015، ولا زالت يعني نقص التدخلات والمساعدات كانت طبعا موجودة، وخاصة في جميع المخيمات وليس في هذا المخيم. وخلافا لحال الأطفال، يبدو التعب حاضرا في تفاصيل المقيمين في المخيم، وهم يتهيئون لمغادرة أكواخهم بعد تعرضهم لتهديدات بالطرد من المكان الذي يقيمون فيه، ليجدوا أنفسهم مجبرين على حمل أوجاعهم والخروج بها إلى مكان آخر. نحول دحين للمخيم الجديد ونسكن في هذا المخيم الجديد، بس نطلب منهم الحمامات، هذه ضرورية للبزورة، وبعد البطانيات ما في عندنا أي حاجة، كله يعني مع الأمطار والسيول وهذه اتخربت علينا، ما معناش عندنا أي حاجة معنا، ودحين رايحين نطلب منهم المياه والحمامات. تم تجهيز المخيم في ميكلين جول السادة الذي بدأت به الوحدة التنفيذية منذ قرابة 15 يوم وتم تجهيزه، وهو اليوم يتم نقل عدد 97 أسرة من هذا المخيم الذي تشاهدونه، بعد أن تعرضوا نازحين المخيم إلى التهديد القسري، وهم اليوم نقوم بنقلهم إلى المخيم الجديد. نطالب المنظمات الدولية وفاعل الخير وجميع شركاء العمل الإنساني بأن يقوموا بالتدخل العاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية والضرورية للمخيم الجديد الذي تم إنشاءه وتجهيزه خلال هذا الأيام. على بعد كيلومترات قليلة من المكان السابق، نجحت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في بناء مخيم جديد، وهو المخيم الذي من المقرر أن يضم قرابة 100 أسرة نازحة كمخيم طارئ جاء تنفيذه كحل لإنهاء معاناة النازحين. نشكر الوحدة التنفيذية على جهودها ودعمها الذي أعطانا احنا من مأوى، وكمان نشتي منهم أن يوفروا لحنا المياه والكهرباء والأكل والشرب كذلك، ونرجو من الوحدة التنفيذية كما ترون النازحين ما زال على الانتقال، ينتقلون إلى الموقع الثاني وإحنا مهددين للطرد. وجود المخيم الجديد هذه المرة سينهي معاناة جزء من النازحين، فيما ستبقى المأساة تتوسع يوما بعد آخر، خصوصا وأن المضايقات المتواصلة التي يتعرض لها النازحون لم تقتصر على إخراجهم من أماكن إقامتهم فقط، لكن الكثير من الأسر تواجه صعوبة في الحصول على الغذاء والإيواء، وهي الإشكاليات التي تعاني منها قرابة 10,000 أسرة نازحة في عموم مديريات المحافظة. لبرنامج أضواء سهيل، عبير علي، محافظة أبين.